شح مياه الأنهر وانخفاض مستوى الأمطار ومشكلة ارتفاع درجات الحرارة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية تمثل أسبابا طبيعية تقف وراء اتساع نطاق ظاهرة التصحر التي تعاني منها الكثير من دول العالم، ومنها العراق الذي يواجه تحديات إضافية حول حصصه وقلة الإطلاقات المائية من دول منبع نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى زيادة المساحات المتصحرة وتراجع الأراضي الخضراء والزراعية، إضافة إلى ازدياد هبوب العواصف الرملية وتلوث البيئة والمياه. تصريحات سابقة لوزارة الزراعة كشفت عن وصول مساحة الأراضي المتصحرة إلى ما يقارب 27 مليون دونم، أي ما يعادل تقريباً 15% من مساحة البلد، محذرة من أن ما يقارب 55% من مساحة وادي الرافدين تعد أراضي مهددة بالتصحر. وفي الوقت الذي تقول فيه الجهات المختصة أنها تبذل جهوداً من أجل استعادة الغطاء النباتي في البلاد، يؤكد متخصصون أن ملف التصحر يحتاج إلى العمل باتجاهين، يتمثل الأول بالتحرك الدبلوماسي مع تركيا وإيران لإعادة فتح المياه نحو الأنهر العراقية، أما الثاني فيكمن بالتخصيصات المالية الكافية لتوسيع الغطاء النباتي والأحزمة الخضراء والجدية في مكافحة ظاهرة التصحر من خلال وضع خطط لوقف تقدمه واستصلاح الأراضي المتضررة وتوفير الآليات التخصصية لذلك وإحياء خصوبة التربة وصيانتها من التصحر وفق طرق علمية متطورة. لبرنامج دينار، أحمد محمد صالح، العراقي الإخبارية، بغداد.